بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم معكم فراس قناه اكس جيمنج. هلا والله هنا والله مرحب. نشوف مع بعض. طبعا اول مباراه بالحرب لعبتها كنت بسوي بث وفصل النت. هذه اللعبه يعني هذه صارت كذا يعني اللعبه يا سبحان الله يعني فجاه يفصل النت. هذا لهذا نعطيه فرصة ولا ما نعطيه والله ما أعرف. يعني يتصل ولا يهجم شكلي بطل البثين. يمكن نطرد بكرة أو شيء الله أعلم. يمكن نعرف مين أو أتوقع أنه معروف الله أعلم. على العموم هذول الناس أنا 1200 تقريبا. طبعا ما هجمت اليوم لسه، ممكن بعد هجمات اليوم أوصل للألفين الله أعلم. شوفوا هذا مثلا يعني ما صار يهجم بس عنده حروب. ما هو يهجم، ناس ما تهجم، ناس كثير صارت تتصل وتجي ولا تشارك في الحرب. ما أعرف ليش، ما أعرف ليش صراحة. يعني على العموم هذا دوب أو بي في بي دوتر ألماني من ألمانيا طبعا. هذا شعار ورمز دورتموند واسم دورتموند. أنا أتحدي إذا ما كان ألماني. أوكي الآن مشكلة ظلم، مشكلة والله يستر. يعني طبعا الخوف مو بس من الغلم، خوف ايوه هذا الخوف. يعني الان تخوف يكون في ساحر وراه او ساحر او برق. الان حلو اني انتظرت للصياد لانه معنى تنين وراه غلم، يعني ممكن الصياد يلخبط، ممكن ما يركز على هذا ولا هذا ولا هذا. فكويس ان انتظر لما التنين يكون مركز على الابراج. ما له دمج كثير فعادي، يعني تعطي له فرصة التنين وتعطي فرصة للصياد أيضا. الآن يعني حلوين هجمة ما حققنا فيها كثير بسبة وجود التسلا. والله العظيم شيء يقهر يعني بسم بالله. كل شوي مباني، إيش ذا والله العظيم. يعني كثير هذا النظام الجديد بكلاش رويال، التوازن الجديد للحروب إنه قالوا تصير عادلة أكثر. وهذا اللي نشوفه الآن، أنا غلم هو غلم وأنا برج نار هو تسلا، بس يعني معه برق يعني معه برق يا أخي. هو سبل برق وأنا شوف تدمر برج النار عاد مشكلة. شوف معه حطاب بعد، يا لطيف شوف قوة الحطاب يا ساتر. واو والله قوي حط الحطاب على الغلم لأنه يعني لعب التسلا قبل مع هجمتي. الآن مشكلة يعني والله مشكلة. كيف 1300 باقي أقل من دقيقة، كيف ما في غير أنه نهجم؟ يعني عنده غضب وحطاب وأنا عندي الغضب العادي، طاقة الغضب العادية. والله العظيم شيء مستفز يعني. راحت بطاقي كلها الحين هذه أوكي حلو أعطانا ضربة الصياد ما قصر. أعطانا ضربة السوسو. أوكي الساحرة حلوة. هذه فكرة الساحرة مع الغلم، وأتمنى أطبقها بالساحرة. بس طبعا الخوف يعني من لما تقابل فالكري وبيكا يعني. أوكي شوف 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 والله سويت دمج. بدينا أوه حلو والله يستر الله يستر من الساحرة الليلة هذه. شوف كيف الساحرة رهيبة بكل معنى الكلمة. الحين والله ما أدري أدوس مع الهجمة يمين هنا غلط. والله كان غلط يعني. أولا ما ضربنا شيء يعني بالطرف اليمين عشان نستاهل أو نحرص أنه يعني نتابع فيه. لا هنا حط الشبح عشان الحطاب يا ساتر.
ايوه حط الحطاب كما توقعت، يعني يحاول يقتل برج النار، هو عقدة برج النار طبعا دائما يحاول يقتله بالبرق، ولعب البرق انا قلت متوقع انه بيلعب الحطاب على برج النار. اوكي الان زين 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 لعبة السلاح حلو الشبح، يعني يا ريت لو كان ماكس نفعني كثير نفعني كثير. شفت كيف عدى من التسلا الان؟ حلو انهينا التسلا، نلعب الطائرة اخف من ال عنده منين مشكلة. شفت كيف منين وخفافيش عادي عادي، اهم شيء التسلا خلصنا، هذا الغلم يعدي من ال الخفافيش عادي ما عندي مشكلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حرام حرام حرام، الله 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 الله، الحمد لله الحمد لله. وهذه ضحكة وهذه ضحكة وهذه ضحكة، والله ما خليه بخاطري، لازم 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 أتشفى فيه، لأنه والله تشكيلته تشكيلة غلم كاملة. إيش ذا مرعبة يعني بدون حتى موجود البرق برج النار. يا لطيف، هذه المباراة اللي أنا خسرتها ضد الياباني طبعا في البث السابق، طبعا حذفت البث لأنه سويت بث وانفصل. شايفين كيف؟ والله كان يمديني أفوز عليه، لكن هذه كلاش رويال يعني، هذه متعودين الحركات هذه كلاش رويال يعني، يكون النت زين عندك فجأة تلعب هذه اللعبة تسوي بث، ممكن يعني على طول على طول يتغير الحال يعني. وشوف كيف خصم يعني، والله رامي السهام يمكن مقلق، بس الباقي عادي ما نحتاج سبيل، الباقي ما يحتاج، عندي ساحر ممكن وفالكري الآن. يلا تشكيلة المبنيين، هل التشكيلة حاطها ازعاج للخصوم اولا، وشوف شوف شوف والله العظيم شيء يطفش، والله شيء شيء يقهر شيء يقهر، سبلات قوية مع الخصوم ومباني. شوف هذا طبعا انا قلت يعني بيلعب غيلان ممكن او هياكل، لا لعب ازق من الهياكل. شوف شوف شاهد القبر اللي ما ينفع له الارواح النار، شايفين كيف؟ شايفين كيف الان بيضغطني الان بال، لا اله الا الله، والله العظيم مشكلة يعني مشكلة مشكلة. خصم كرة نار لعبها، لعب شاهد القبر، ممكن الان فرصة يعني، الخصم مضاد يعني شاهد قبر وكرة نار، لا 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 لا, لا. لازم الان ممكن ممكن منين ادام لعب، والله يستر. لا لا هذا مشكلة والله، ايوه فعلا منين هذا مشكلة. شوف كيف انا وش استفدت الحين العب برق، وش استفدت انا وش استفدت يعني، تشكيلتي فيها برق مثلا وش استفدت؟ هذا غير انه يعني المنطاد ما عندي شيء يصد، وهو كل الحمام يعني لا عندي لا سياف ولا ساحر يعني، اعتمد بس جويا على هذا البطل التنين الصغير بس. ف صعوبة والله والله صعوبة والله العظيم تعقيد. لا نشوف كيف شوف كيف شوف كيف بيهجم بيهجم بيكمل بيكمل خلاص، حس انه يعني يقدر يضغطني الان ويقدر يفوز، الله يستر يعني. والله مشكلة والله. شيء متعب الان والله، ما ادري انا بعد ممكن نفس الشيء اسويه، اهجم على القلعة وحده بوحده، هنا غضب مع منطاد، منطاد مع غضب قصدي. شوف كيف دمار رهيب، والله كان ودي العب البرق بس ما ادري هل يكفي الاكسير، هل الوقت هل مو بيكفي الاكسير، هل يكفي قوة البرق تكفي انه تشيل 400، هل الوقت من صالحي مثلا؟ ما هو من صالحي مثلا، حتى لو الان ضربت برق ما راح افوز يعني، اذا كانت الهجمة وصلت والله بتسبب قلق كثير، بيصير اخذ البرج وانا بصير احاول اجيب القلعة يعني، فالله يستر نلعب كذا ونشوف. شفت كيف شفت كيف شفتوا كيف سوى كذا عشان بس يسحب التنين الصغير ويلعب،
الحمد لله. تم الجلد الحمد لله. ثاني مباراة ضد الإيطالي، أولا ألماني والآن إيطالي. هل هذه مباريات ولا دوري أبطال أوروبا ولا؟ أيوة يا لطيف على الصعوبة، يا لطيف على الصعوبة. شوف صندوق ذهبي يعني. نكمل على التشكيلة الأقوى، التشكيلة اللي فيها البيكا، فيها العملاق، فيها السياف، تشكيلة يعني متكاملة ومأمن فيها نفسي جويا أرضيا. الله يعيني يعني، بسم الله لا إله إلا الله. أها هذا مشكلة لما ما يكون معاك أسهم، هذا بداية إشكال والله. هنا والله خايف يكون في منين إلى الحين. أوكي الحين لازم سم نضرب هذول الاثنين عصفورين بحجر. حلو الراميات الأسهم يعني ما هي قلق، بس أمشيل على الطائرة. حلو 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 حلو. لا 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 هذا بيقرفني، هذا بيقرفني، هذا لازم له أسهم يعني يفضل يعني. كان ياريت لو كان في أسهم ضد هذا يعني، بس أنا طبعا احتجت الأسهم ضد المينين، استفدت من الأسهم بالمرات اللي قبل ما قدرت شكه يعني. لا لا هذا قلق، هذا قلق، هذه قلق، هذه مرة قلق يعني. والحقيقة يمكن يعني نلعب البيك الآن خلاص. لا هذه مستوى مقلق يعني. شوف شفتوا كيف الهياكل المفجر نظفه؟ رهيب رهيب رهيب، لا زال رهيب. هذا الفصعود الصغير لا زال رهيبا. الحين ما ادري اخاف ميجانايت اخاف شيء. اوكي فارس، ما هو فارس، لا فارس. حلو 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 حلو، حتى الان جيد وممتاز الوضع. عنده فارس بيلعبوا فوق ورا الرامي. لا الآن فرصة نهجم الآن. طيب عنده على الطائرة، عنده رامي السام. إيه لعب اللعبة هذه عشان يدافع. أوكي لا قلق هذا لازم أكتره. إذا عدى وقرب الجسر عاد بيسبب أزمة. نعمل الظلام عشان أنا خايف من البرميل. أيوه على الطائرة على عليها الميجا منين. لا 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 استعجلت ثانيتين كذا بالساحر الكهربائي. اوكي القم يا هطف، القم يا هطف، يا ضئيل يا ضئيل. شايفين كيف؟ شايفين الزحمة؟ اوه لا لا هذا خطته خبيثة صراحة يعني. برميل غيلان من جهة، وعملاق ملكي من جهة. طبعا اعتماد على برميل الغيلان كما شاهدنا ببداية المباراة، اعتماد على برميل الغيلان كثير. وهذا فكرته يعني، انه الغيلان يشيلون ويكون التركيز كله على العملاق. ف انا بسوي ايضا نفس الحركة، بس ما زبطت. كنت بخلي المفجر يسبب دمار رهيب. الحمد لله. يلا احسنت ايطالي. اوكي رحمته شوي، بس قلت له احسنت وهذا ما رد علي، فتستمر الطقطقه باقيه مستمره. هذا قائد عشان كذا. شفتوا كيف؟ اثنين ايطاليين واحد الماني. كم انت كبير ابن السحراء. واه مباريات حلوة والله.